السلام عليكم، مرحب فيكم في منصة دكتور زواج، وبتكلم معكم عن طريقة الاشتراك سهلة وميسرة. الخطوة الأولى يدخل المشترك ويسجل بياناته ويحصل على الباقة المجانية، وبعدها يبدأ يتعرف على الموجود في المنصة. فإذا شاف الطرف الثاني مناسب له وحاب يكون في مراسلة، لابد من ترقية الاشتراك إلى الباقة المميزة، والترقية سهلة جداً. بعدها يصير التعارف بين الطرفين. إذا رغبت بأن تشاهد الطرف الآخر وتتكلم معه، تطلب خدمة اسمها خدمة الرؤية أو المشاهدة، ومدتها نص ساعة، ويكون معاكم مستشار يساعدكم، ويصير تعارف بين الشاب والفتاة. في المنصة كذلك اختبار التعارف، وهذا الاختبار مهم جدا لأنه فيه تحليل الشخصية وفي بيان للمواصفات. فنقترح عليكم كذلك الإجابة على الأسئلة، هما تقريبا 108 أسئلة. بمجرد ما تجاوب عليها أنت تعرف مواصفاتك وتقدر تعرف مواصفات الطرف الآخر. إذا منصة دكتور زواج من أجل زواج ناجح، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.